أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة GFH المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 271 من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل والتي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 15 من شهر نوفمبر 2023 وتنتهي في 14 من شهر فبراير 2024. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 36.33%، علما بأنه قد تم تغطية الإصدار بنسبة 236%. اختتمت بورصة البحرين فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، والتي عقدت تحت شعار من الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى أسواق المال المستدامة، والذي أقيم بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. يأتي المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط بمثابة فرصة للتفاعل مع العديد من الجهات ذات العلاقة بأسواق المال، حيث تمت مناقشة مواضيع هامة بما في ذلك آخر المستجدات المتعلقة بالبورصات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنصة تبادل التي أطلقتها كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين. من الأشياء المهمة اللي احنا سلطنا الضوء عليها اليوم في السبيتش انه يكون في اهتمام بالاي اس جي، وان احنا كمصرف بحرين مركزي قدمنا او اصدرنا مؤخرا قوانين جديدة متعلقة بالاي اس جي ريبورتنج ريكويرمنت، التقارير المعنية بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وان هي راح تكون ان شاء الله ملزمة وتسري على الشركات المدرجة وعلى المرخص لهم من السنة المالية 2024. طبعا احنا فخورين جدا باستضافة المؤتمر اللي جذب مهتمين في القطاع سوق المال الخليجي من اقصى الشرق الى اقصى الغرب من جميع دول العالم، وان شاء الله يعني يكون نتائجه ايجابية على الاسواق المحلية والاقليمية. سلط المؤتمر الضوء على أهمية تبني الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المنطقة والتوجهات التشريعية حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى دور علاقات المستثمرين في تبني وتطبيق مبادئ الاستدامة في الشركات. هذه هي الذكرى السنوية 15 لنا، لذا فهو يوم كبير. البحرين احتضنت هذا الحدث ونشعر بطاقة إيجابية في المؤتمر، كما وحصلنا على الدعم من بورصة البحرين مصرف البحرين المركزي أن يبدأ المؤتمر بإعلان مصرف البحرين المركزي إلزامية التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المستقبل، هو تطور رائع. جلسة نقاشية بتكون عن استراتيجيات بابكو إنرجيز وكيف راح تساهم جهود الحكومة في التحول نحو الحياد الصفري واستراتيجياتها على المدى القصير والمدى البعيد. أتاح المؤتمر فرصة لتبادل المعرفة والمعلومات للمهنيين المتخصصين، بالإضافة إلى بحث أحدث التوجهات في حلول علاقات المستثمرين والتواصل مع الشبكة الواسعة من الشركات المتخصصة بهدف تطوير منظومة متكاملة لعلاقات المستثمرين في المنطقة. يأتي المؤتمر السنوي لبورصة البحرين لخلق فرص جديدة للتعاون وتبادل الأفكار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي في مملكة البحرين. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. والآن أترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية.
انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من برنامج صناع القرار الاقتصادي والذي تنظمه جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان التسويق حل الخروج من عنق زجاجة كورونا. وينطلق هذا البرنامج في الفترة من 13 من شهر نوفمبر 2023 إلى منتصف شهر فبراير من العام المقبل بمشاركة نخبة من المحاضرين والمدربين من مملكة البحرين ودول عربية. وأكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكد أن عددا كبيرا من منتسبي الجمعية وقطاع الأعمال بشكل عام شاركوا في النسخ السابقة وحققوا نجاحات في إدارة الشركات من خلال المعلومات التي تقدم في هذا البرنامج. هو برنامج يتكون من 32 محاضرة ومحاضر يحضرها المهتمين بالشأن الاقتصادي ويعطيهم أساسيات وأهمية صناعة القرار الاقتصادي من خلال مشاركة معنا في هذا البرنامج. أهمية هذا البرنامج أنه يعطي يعني الأسس ويعطي الخبرة أن اللي يحضرون هذه المحاضرات يكون عندهم المقدرة أنهم يشاركون من سواء في مجالس إدارة أو يشاركون في لجان أو يشاركون أيضا في انتخابات غرفة تجارة أو انتخابات مجلس نواب، يكون عندهم الخبرة شلون هم يقدرون من خلال هذه القنوات الرسمية أنهم يكونون مؤثرين في صناعة القرار واحتياجاته. اليوم احنا عايشين في عالم مليء بالفرص ومليء بالتحديات نفس الوقت، وبين الفرص والتحديات جسر، فكيف أن احنا نبدأ نبني الجسر ما بين التحديات والفرص؟ ومن أهم الأمور اللي لازم نعرفها التسويق، فعلينا احنا نثقف العالم على الأشياء اللي عندنا. وفعلا يعني في البحرين عندنا منتجات وعندنا خدمات وعندنا ما شاء الله رواد ناجحين جدا وصلوا بعضهم حتى على مستوى العالم. يعني مثلا إذا نروح أمريكا نشوف مجموعة من رواد البحرينيين، إذا نروح في بريطانيا نشوف منتجات بحرينية موجودة، فوصلنا. فاليوم أنا بركز على كيف أن احنا ننطلق من هالمكان اللي احنا فيه إلى العالم. طبعا احنا السنة هذه أكثر سنة تشهد زخم كبير في المحاضرات وفي تنوع المحاضرات، في منغطي جوانب كثيرة في العنوان اللي ذكرناه كالتسويق حل الخروج من عنق زجاجة كورونا. فإحنا ندعو جميع أعضاء الجمعية وحتى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير المنضمين للجمعية في حضور هذه الورش. نعلن عن ورشنا في وسائل التواصل الاجتماعي في الصفحة الرسمية للجمعية، ونهيب بالجميع بالحضور لما في هذه المحاضرة من فائدة إن شاء الله تعم عليهم بالخير للجميع. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. نهاية الأخبار الاقتصادية، شكرا لكم على حسن المتابعة. النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة GFH المالية الشركة الرائدة في إدارة الأصول.